السلام عليكم، مرحبا بكم العائله زينه تاعنا. عاد نجيب لكم اليوم الكليك لاك الغني عن التعريف، اللي هو الكليك لاك سمارت بلون جديد وخصائص اخرى، اللي هي لاكولار كراميل اللي راكم تشوفوها حاجه جديده. فوالا، دائما نعودوكم نجيب لكم كولار جديده باش تشوفوا، تعطيكم حريه الاختيار وسهوله في الانتقاء تاعكم في الالوان، خاصه في الكليك لاك. فوالا، والصالونات بصفه عام. فوالا، انا شوفوا هذا الكليك لاك راه فيه 5 بوزيسيون راهي تميزو هذا الكليك لاك اللي اسمو الكليك لاك سمارت. فوالا، انا نشوفو بلي كي تفتح هكذا عندو لا بوزيسيون الاولى كيما انا نشوفو، عندو لا بوزيسيون دوزيام اللي هي لا بوزيسيون انكليني اللي تعطيكم تكسيه شابه، وكاينه لا بوزيسيون الثالثه اللي هي هذه، يعني ترقدو تولي لكم سيري تاع دو بلاص متر 60 على متر 90. فوال، هذه بالنسبه كي تفتح يولي هكذا. فوال ثاني، عنده الخاصيه تاعو اللي تبدل لي يقدر يولي ان فوتي تاع 3 بلاص حتى 4 بلاص. فوال، انا كي نعاود نردو هكذا، فوالا تبعوا معايا مليح العيله تاعنا. فوالا كيف يعاود يولي الشاريو تاعو وتولي هكذا واسمو فوتي تاع 3 بلاص حتى 4 بلاص. فوالا، نشوفو هنا يقدروا يريحوا 4 بلاص، يريحوا 4 اشخاص، ويقدروا الثاني يريحوا 3 بلاص. فوالا، انا نشوفو ثاني يقدر تولي لا بوزيسيون تاعو انكليني هكذايا بالقاعده تاعكم هاك. فوالا، حاجه تبارك الله. وثاني تقدروا تزيدوا تفتحوا تقدروا تكسيله شابه واريحيه تبارك الله. فوالا، ثاني كي رانا نشوفو هكذا الفوتي هذايا راهو فيه من لاكودوا لاكودوا راهو فيه 2 متر. فوالا، و لاطونسيتي تاعو سوا في لو دو في لاسيز و في لاكودوار راهم مخدومين كومبليتمون بدي 30، و لو تيسيو تاعو خياطه رفيعه و راهو جاي اونتيطاش، و كيما نشوفو التصميم تاعو راهو تبارك الله بالبرودي هنايا، مبرودي حاجه شابه تبارك الله. فوالا، التصميم تاعو شغل نجمه هنايا حاجه تبارك الله. فوالا، ثاني ترى مخدوم كومبليتمون داخل بالبواروج، و لي في تاعو راهم كومبليتمون بلو بوا اتر هذاك السوليد. عندكم ثاني شوط كولا كما قلنا لكم دائما، ونعاودوكم مع لي كليك لاك ولي سمارت تاعنا، عندكم شوط كولر، يعني تقدروا تخيروا 34 كولر من الالوان المتاحين عندنا، والسعر تاعو راه يدير 5 ملايين و800 مع خدمه النقل والتوصيل حتى باب المنزل. ثاني ترانا متواجدين بالولايه تيبازا بلديه قليعه مقابل مدرسه وطنيه للضرع.